ما تبقى الآن مع معاذ محارب. جولة جديدة ما تبقى وفيها بعد رفع دعوى ضد بشار الأسد في لبنان بشأن قضايا التعذيب، ما تبقى يفتح ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. سوريا الديمقراطية تعتقل أكثر من 50 شاباً في مناطق سيطرتها لسوقهم للتجنيد الإجباري، بينهم قصر. ورداً على اقتراح ألماني بلجيكي بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، روسيا تطلب من مجلس الأمن تخصيص معبر واحد فقط بدلاً من معبرين. حياكم الله. لم يغلق يوماً حتى يفتح من جديد من قبل ذوي المفقودين والمعتقلين، إلا أن جهات لبنانية طوت الملف جانباً وأبعدته عن طاولات التفاوض قدر المستطاع. الأمر يتعلق بقضية المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام الذين عادت قصتهم للواجهة من الباب الواسع بعد أن رفع المحامي اللبناني إيلي محفوظ دعواً أمام القضاء اللبناني ضد بشار الأسد شخصياً تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. أين أبناؤنا في سجون الأسد؟ لماذا يقف لبنان بعهده القوي اليوم عاجزاً عن تحريك الملف وهو الذي بينه وبين الأسد السمن والعسل وبقية الطيبات كما يقول ذوي المعتقلين اللبنانيين؟ سنتابع قصة هؤلاء المعتقلين في سجون النظام وبعدها نفتح النقاش. مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وانتشار صور السجناء الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، عاد ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون الأسد إلى الواجهة من جديد، وترافق ذلك مع تقديم المحامي إيلي محفوظ أخبارا إلى القضاء اللبناني ضد رئيس النظام بشار الأسد. نحن تقدمنا بإخبار. ليش اليوم تقدم هذا الإخبار بالذات؟ لأنه نتيجة قانون قيصر تحرك ملف المخفيين والمخطوفين بالسجون السورية، وأحد الأشخاص اللي كانوا موجودين ينقل عنه بأنه سمع أثناء تواجده بأحد السجون بأنه في اثنين لبنانيين يقال بأنه صار لهم 25 سنة، هيدي من 4-5 سنين، يعني اليوم صار لهم 32 سنة. اللي ريحني أكثر أنه هذا القضاء اللبناني تلقف هالإخبار، أخده، فتح ملف واستمع لإفادتنا أنا والنائب ايدي قبل لمع العضو كتلة تكتل الجمهورية القوية تابعة للقوات اللبنانية. ما وقفت هون الأمور، نحن بانتظار استكمال كل المسار القضائي. النيابة العامة التمييزية كلفت الأجهزة الأمنية المختصة لتفريغ ما قدمناه من مستندات وتسجيلات، ومن بعدها من المفترض أنه نتابع مسار هذا الملف. أنا أعول على أنه بعض السياسيين في لبنان، لأنه هذه السلطة في لبنان مقطوع الأمل منها، هذه سلطة بتحكمها وبتتحكم فيها ميليشيا اسمها حزب الله، أنا عم بحكي عن أشخاص بالمعارضة قادرين من خلال هذا الملف نروح سوية إيد بإيد باتجاه إقناع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية في لبنان المعارضة وغير المعارضة، نتحط إيدها بإيدنا لنروح للدفع إيجاباً للبحث عن الحقيقة في هذا الملف. المعتقل السابق في سجن تدمر علي أبو دهن رأى في هذا الإخبار بريقة أمل، معولاً أيضاً على قانون قيصر لكشف مصير مئات المعتقلين الذين لم يعرف مصيرهم حتى يومنا هذا. الإخبار هذا يعني إخبار جريء جداً أنه يتقدم ضد رئيس عربي لأول مرة، رئيس سفاح، يعني منه رئيس حي الله واحد أنه متهم أنه سارق له مليونين 3 ملايين دولار، هذا سارق أرواح عالم، مدمر بشر. قانون قيصر أنا بقول أنه يعني إذا بقول هبط علينا من السماء بيكون كلمة صغيرة، بدي شيء أكبر، شيء تعبير أكبر كتير، لأنه هو المنفذ الرئيسي اليوم إذا مشيوا في الأمريكان للآخر. في عنا 622 معتقل موثقين توثيق رسمي
في الدوائر اللبنانية ونعطوا أسماءهم للسوريين، يعني أنا للسلطات السورية والنظام السوري، رفض أو نكر معظمهم على إطلاق من السجن. تركت 7 معتقلين لبنانيين بالسجن بالغرفة اللي طلعت منها. فأنا عم بحكي مع حضرتك هلق، ووينهم هن؟ ما بينوا. على صعيد آخر وفي ظل الأزمات التي يتخبط بها لبنان، هنالك سؤال يطرح نفسه اليوم: هل هذا الملف موجود على طاولة الحكومة والمعنيين؟ وأين يكمن حله بحسب المقربين من السلطة الحاكمة؟ الملف بعده موجود، ليس مغيباً على الإطلاق. هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة: الملف لا يجب أن يخضع لشروط سياسية أو ظروف سياسية ضاغطة، بقدر ما يجب أن يكون إنسانياً واقعياً يتعاطى به من دولة إلى أخرى. الحكومة اللبنانية، خاصة رئيس الدكتور دياب، عنده عقل منظم، ما بعتقد هذا الأمر بيغفله. الرئيس العماد ميشيل عون وضع هذا البند الأساسي والجوهري في عقله منذ لحظة الأولى لتبوئه رئاسة الجمهورية. حاول العماد عون هلأ خلال زياراته قبل الرئاسة، أنا على معلوماتي طرح هذا الموضوع ولم نتوصل إلى أمر ملموس. أي ملف عالق بين الدولتين سيبقى عالقا إن لم نبادر إلى الكلام مع السوريين، مع الدولة السورية. هناك 628 مواطناً لبنانياً معتقلاً موثقاً وجودهم في سجون نظام، قضية ما تزال عالقة حتى اليوم مع استمرار إنكار النظام في سوريا لوجود أي لبناني في سجونه بعد آذار 2008، إذ أطلق حينها 100 سجين لبناني من مراكز اعتقال موزعة في أنحاء البلاد. لتلفزيون سوريا، نور توق، لبنان. لاستكمال الحديث حول هذه القضية، قضية المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام، معنا من بيروت عضو المجلس النيابي النائب إيدي أبي اللمع. سيادة النائب، مساء الخير. مساء النور. أنت أحد ثاني اثنين الذين رفعوا دعوة ضد بشار الأسد أمام القضاء اللبناني. هل ترجو شيئا من هذه الدعوة؟ نعم، يعني نتأمل بأن هذه الدعوة أن يعني تخلص إلى خروج هؤلاء المعتقلين المخفيين. يعني بالنهاية هؤلاء هم مخفيون عن الحياة وعن الدنيا وعن أهلهم وعن بلادهم، وبالتالي نحن وجبنا بهيك ظرف أن نطالب، والمطالبة يعني هي يعني تخلق واجب وتخلق حدث وواقع جديد، والذي يقول أن هؤلاء 628 مخفي لن نتركهم، علما منا أنهم يعني يعانون الأمرين في السجون في المعتقلات السورية، ولا أحد حتى اليوم يعلم أي شيء عنهم. في مسألة التفاصيل، هؤلاء 628، هؤلاء منذ ثمانينيات القرن الماضي الجزء الأكبر منهم، أم بعد الثورة كذلك اعتقل النظام؟ لا، هودي ما قبل الثورة. يعني فينا نقول سعادة النائب إيدي أبي اللمع يبدو انقطع الاتصال، سوف نعاود الاتصال به حالا. معنا هو من بيروت، عاد لنا. مرحبا مجددا، انقطع الاتصال قليلا. كنت سألتك، هؤلاء معتقلون منذ فترة الثمانينات، ولماذا اعتقلهم النظام؟ اعتقلهم لأنهم كانوا مناوئين للاحتلال السوري للبنان، يعني الذي دام لعقود في لبنان، وكانوا يعني يأخذونهم يعني ويسوقونهم إلى السجون السورية بعدما يعني طبعا يمرون في بعض المراكز اللبنانية قبل، و يعني بعد ذلك لا أحد يعلم الكثير عن مصيرهم، سوى أن بعض المعتقلين الذين خرجوا من السجون أفادوا بأن هؤلاء السجناء ما زالوا على قيد الحياة في السجون السورية، على الأقل بعض منهم في سجن تدمر؟
أم غير سجن تدمر؟ أين هم؟ لأنه أغلق سجن تدمر، انتهى موضوعه. لا، يقال أنه في يعني آخر كلام سمعناه عن فرع 15، ما يسمى بالفرع 15. 215 خزان. نعم 15. أه. يعني آخر إفادة أتتنا من يعني أحد الذين خرجوا من السجن، شاب، وأقر عبر مقابلة تلفزيونية بأنه يعني رأى لبنانيون في هذه السجون محتجزون منذ أكثر من 30 عاما. بالتالي هذا يعطينا الأمل بأنهم على قيد الحياة على الأقل. العديد من السياسيين طالبوا بالشكل، يعني سألوا عنهم بالشكل، ويعني اكتفوا بأجوبة غير دقيقة. طيب سعادة النائب، في هذه النقطة اسمح لي، يعني أنتم في لبنان في دولة العهد القوي الآن، والتيار الوطني الحر أموره طيبة جدا مع نظام رئيس ميشيل عون، لماذا لا يأخذ هذا الموضوع على عهدته؟ للأسف لم يؤخذ حتى الآن، يعني ليس لدي تفسير يعني لعدم الإصرار بهذا الموضوع والمتابعة حتى يعني بجميع الطرق هذا الملف، والمطالبة الحسيسة والمتكررة لكي يعني يخرجوا من حيث هم مخفيون. أعود بك للدعوة، دعوة ضد بشار الأسد اليوم في لبنان، دعوة ضد بشار الأسد، البعض اللبنانيين يقولون، وأنت يعني سعادة ناب من تيار القوات اللبنانية، والحكيم جعجع قالها صراحة، البلد تقريبا في جيبة نصر الله، في جيبة حسن نصر الله. كيف ترفع مثل هذه الدعوة؟ أنتم تعلمون أن يعني هؤلاء المخفيون ليسوا من طائفة واحدة أو من حزب واحد، يعني هم يعني ينتمون لطوائف عديدة ولأحزاب عديدة في لبنان، ونحن من واجبنا أن نطالب بهم. هذا يعني حتى الوضع اللبناني لا يمنعنا من أن نقوم بهذه الخطوة وأن نطالب، لطالما طلبنا في السابق وسنتابع مطالبتنا بهؤلاء المخفيون. نحن لا نقبل أن نسكت حول هذا الموضوع، وسنصر إصرارا وتكرارا وسنتابع بشكل. ربما يقولون لك جماعة إعلام الحزب أنت عميل للإسرائيليين، كما يعني أصبح الآن دارجا في لبنان، ألا تخشى من هذه التهمة؟ هذه يعني هذا كلام لا يستقيم. نحن نطالب، نحن اللبنانيون نطالب بإخواننا اللبنانيون، فبالتالي لا يستقيم هذا المنطق ولا هذا الكلام يعني أبدا بولا شكل من الأشكال. يعني لا، نحن لبنانيون وطنيون، طالب بأي لبناني اختفى قصرا، فليس لنا أي هم من ما يقوله أي أحد أو أي طرف. طيب بعد ما فعله القاضي مازح قبل أيام مع السفيرة الأمريكية في بيروت، هل لديك ثقة بالإجراءات القضائية؟ يعني بعد هذه التجربة طبعا يعني أظهرت بعض الثغرات في نظام القضائي اللبناني، وهذا يعني لا ينطلي على باقي القضاة، فهذا يعني ليس عينة جيدة عن القضاء الذي يعني في لبنان ليس لديه خلينا نقول الاستقلالية الكاملة، ولكن إلى حد ما يوجد قضاء في لبنان، وهذا القضاء يجب أن يتحرك للمطالبة بهؤلاء المخفيون. في محاولات سابقة وبشار الأسد سبق وأفرج عن 100 معتقل لبناني في عام 2008، ما يعني هل هناك محاولات بعد هذه المحاولة للكلام مع رأس النظام؟ ماذا كان يقول لأقطاب الدولة اللبنانية إن كان أحد تكلم معه؟ يعني بعدما سألوا السؤال يعني بطريقة لا أعلم كيف تمت، ولكن أستطيع أن أقول أن يوجد اليوم ما يزيد عن 600 مخفي، ولم يستمروا في المطالبة، ويعلمون جيدا أن هؤلاء مخفيون ولا أحد يعلم عن مصيرهم. يعني ما حدا سأل عن مصير، ما حدا حاول أنه يعني أن يصر في هذا الموضوع على المطالبة ويستمر على هذا الإصرار بشكل يعني يسمح بإعادة هؤلاء المخفيون من مكان تواجدهم في المعتقلات السورية. طيب
طيب سعادة النائب قبل أن أختم معك، هل يمكن أن يدول هذا الموضوع؟ يعني تلجأون لهيئات دولية؟ يعني الهيئات الدولية يعني وضعت يدها على هذا الملف بأكمله يعني، وتخطى المخفيين اللبنانيين فقط يعني، ولكن نحن علينا كمسؤولين لبنانيين أن نطالب بمواطنينا الذين يعني لا نعلم أي شيء عنهم. في آخر سؤال، البعض يقول من اللبنانيين، ألا تخشى على سلامتك الشخصية اليوم في لبنان وأنت ترفع دعوى على بشار الأسد؟ لا، ما في، لا لا لا، يعني لا أعتبر أن ما قمت به هو خطيئة، أعتقد أن هذا واجب. ربما البعض يعتبرها خطيئة. اللي بيعتبرها خطيئة فهذا شأنه، نحن لا نعتبرها كذلك، وهذا واجبنا المقدس بأن نطالب بالمواطنين اللبنانيين المخفيين قسرا، وسنتابع بهذه المطالبة وبالطريقة التي نعتبرها مناسبة. النائب اللبناني إيدي أبو اللمع كنت معي مباشرة من بيروت. سعادة النائب شكرا جزيلا لك. شكرا. تمكن المواطن السوري ياسر حفار من التعرف إلى شقيقه محمد حفار الذي قتل تحت التعذيب في سجون النظام. الحفار تعرف إلى شقيقه من خلال الصور التي سربها قيصر وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن تلفزيون سوريا أجرى لقاء مع شقيق الضحية، لنتابع. أنا ياسر أبو محمود شقيق الشهيد محمد الذي رأينا صورته في قيصر، وأخوي اعتقل ب 2012 بشهر العاشر، أخي مريض 86، وراء لبنان بقصد العمل وإجا بالشهر العاشر واعتقلوا. الصورة هي اللي أكدت بتشبهه، يعني بتعطي تشبيه تقريبا 99% له، يعني عينه بتعطي توحي له، كسرة أنفه بتعطي له، في له ضربة بالكتاف هون قديمة بتعطي له. يعني عندي الوالدة راحت على الشام ودارت عليه جميع فروعه، قدم طلب يقولوا له ما في، مو موجود الاسم هذا. فأحد الأشخاص طلع من السجن وذكر أنه هالاسم هذا معدي عليه بسجن الطاهونة، وقت شاف صورته أكد أنه هذا بسجن الطاهونة. قفز تحت الأموية، قال تحت الأرض السجن، تابع الأمن العسكري، يعني بأول 2014 يعني شهر الثاني تقريبا. تمت أمي 3 أشهر تقريبا هنيك على الفاضي، رجعت اجت لعنا هون، جيت ورجعت كمان، راحت مره ثانيه كمان سالت نفس الفروعه انه اذا في شيء، ما في شيء، ما حدا اعطاها نتيجه نهائيا ولا ابدا ولا تقابل. في بعض الاشخاص طبعا بطريقتهم الخاصه يعني قدروا يشلحونا مصاري مشان يطلعوا عليه، فهالحكي كله كان كذب في كذب في كذب، ما طلعوا ولا طاولوا ابدا. وهالشغله هي صارت تجاره في هالوطن، حطينا مبلغ ما يقابل مليونين ورقه سوري، الحكي بال 2014 15 16 ونطالب الأمم المتحدة وغير المتحدة والحكومات الدولية بمحاكمة النظام وأتباعه، محاكمة عادلة. ونحن قلت لك مستمرين بالثورة إن شاء الله، وثورتنا إن شاء الله إن شاء الله ثورتنا مستمرة. هذا الفصل الجديد، آخر فصول المأساة السورية، ما يحدث منذ فترة، منذ أيام. كثير من السوريين يتعرفون على ذويهم عبر صور قيصر، وتبدأ المأساة كي تولد نفسها من جديد، حتى يشعر البعض، يقول البعض هذه المأساة السورية لن تنتهي، لن تنتهي. قصص مؤلمة كثيرة، البعض تعرف على صور ذويه ففقد حياته، فمات حزنا ومات كمدا. هذه قصص المعتقلين، يعني النظام السوري هو أبدع في مسألة السجون، منذ أيام سجن تدمر، سجن تدمر الرهيب ذائع الصيت، وصولا إلى السجون بعد بعد قيام الثورة السورية. واللبنانيون منذ ثمانينيات القرن الماضي كانوا يدعون في سجن تدمر، يدكون دكا في سجن تدمر. ليس فقط اللبنانيين، الأردنيين من كل الجنسيات، حافظ الأسد سجن من كل الجنسيات تقريبا في سجن تدمر. وأتى النظام بعد 2011 كذلك وافتتح عصرا رهيبا من عصور المعتقلات. هذه معتقلات النظام يحدث فيها ما لا يخطر على قلب بشر، تصرفات مدروسة، البعض يقول هذه تصرفات مدروسة، ليس على فقط على مستوى التعذيب، على مستوى تحطيم شخصية المعتقل وأقارب المعتقل الذين ينتظرونه في الخارج. معاناة رهيبة، معاناة الأهل، أهالي المعتقلين هم في الخارج عمليا غير قادرين على الحياة، وهي أسر مشلولة و
مشلولة بحزنها بالطبع. اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عشرات الشباب من مختلف المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا وشمال شرقها. اعتقلت 15 شابا من مدينة الطبقة، منهم عدة شبان لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، كما تم اعتقال 24 آخرين بمدينتي الشدادة وماركدة جنوب الحزكة. الآن هناك مصادر محلية قالت أن قسد اعتقلت 32 شاب من داخل أحياء مدينة منبج بريف حلب لسوقهم للتجنيد الإجباري. يعتقلون الأطفال الجماعة في قسد، يأخذونهم من ذويهم، يختطفونهم، يعتقلونهم بأي شكل من الأشكال وإلى معسكرات تجنيد إجباري. أطفال تحت 15 وفوق 15 بقليل، وهذا الأمر حذرت منه هيومان رايتس ووتش على مدار سنين. تقول هيومان رايتس ووتش منذ أكثر من سنتين أن يا قوم قسد تستمر باختطاف الأطفال من أهاليهم وترسلهم إلى معسكرات تجنيد ومن ثم إلى المناطق خدمتهم، يعني تسلطهم على أهالي دير الزور وأهالي الرقة، ترسلهم من هنا إلى هنا. ما عادت هناك معارك أصلا مع الدواعش. اليوم مثلا الجماعة في قسد، لماذا يختطفون هؤلاء الأطفال؟ لماذا؟ من سيقاتلون؟ سوف يقاتلون أهاليهم، لكن في مناطق أخرى. طبعا الناس وصلت، بلغت الحلقوم عند أهالي دير الزور والرقة من التصرفات التي يقوم بها عناصر قسد. والجماعة في قسد مستمرون في كل شيء، حتى مستمرون في إرسال النفط إلى النظام بعد دخول قانون قيصر. والأخبار شبه مؤكدة أنه الجماعة في قسد ما زالوا يتجرون نفطيا بالحد الأدنى مع النظام، ولا من رقيب ولا من حسيب، وتحت عين واشنطن. البعض يقول أنه قانون قيصر قد لا يشمل المسألة الداخلية، وأصلا الأمريكان في طور تعزيز وجودهم شمال شرق سوريا، بالتالي هم في طور غض الطرف عن الجماعة في قسد من أجل تقويتهم ماليا، تقويتهم عسكريا. الأمريكان لن يخرجوا من شمال شرق سوريا، هم باقون، وركيزتهم الأساسية في هذا الموضوع هي قسد. بالتالي قسد تعتقل الأطفال، تختطف الأطفال، تتجر مع النظام نفطيا، لا من حسيب ولا من رقيب ولا من رادع. واشنطن تريدهم في هذا الأمر. لماذا تريدهم واشنطن؟ لأي مرحلة؟ على الأقل البعض يقول المرحلة الحالية لن تسلم أمريكا سوريا لروسيا وتخرج من شمال شرق سوريا، بالتالي هي باقية، وباقية قسد، وقسد لها أن تفعل ما تشاء، ولا يستطيع أحد أصلا الاعتراض عليهم.
ردت روسيا على اقتراح بلجيكي ألماني بتمديد قرار السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ردت بأن طلبت من مجلس الأمن تخصيص نقطة حدودية واحدة فقط بدلاً من نقطتين لعبور تلك المساعدات ولمدة 6 أشهر فقط على الحدود التركية. دبلوماسي ذكر لوكالة فرانس بريس أن روسيا تحدثت عن إيقاف آلية المساعدات عبر الحدود، مشيراً إلى أن المفاوضات معقدة. روسيا تريد تريد كل هذه المساعدات أن تأتي عبرها للنظام مباشرة، والبعض يقول الروس الآن يتصرفون في سوريا بمبدأ إما ألعبها أو أخربها، هكذا حرفيا يتصرف الروس. هذا التمديد الثاني لمدة 6 أشهر. مسألة استفادة الروس والنظام من قضية المساعدات أو القطع الأجنبي أو حتى سرقة المساعدات أو أين يكن هذه الاستفادة للروس، البعض يقول هذه استفادة ثانوية. الاستفادة الأساسية الروسية تقوم بمناكفة واشنطن. الآن روسيا غارقة عمليا في المستنقع السوري بعد مجيء قانون قيصر، لا إعادة إعمار ولا أموال. طيب ثم ماذا؟ ما الذي ستفعله موسكو والأتراك باقون ومتمددون في أرياف إدلب وصولا إلى الحدود، وكذلك الأمريكان باقون ومتمددون؟ فبالتالي صدم الروس عمليا بالحائط. الروس يناكفون الآن في مسألة هذه المساعدات ومزيد من التضييق. 6 أشهر الآن سوف تحل هذه القصة ولو جزئيا. البعض يقول يعني الروس يريدون أن يجلبوا الأمريكان إلى طاولة المفاوضات، لابد من وجود حل. انتهى ما تبقى. غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، أو الأحد القادم بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.